الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون، أيها الناس، طيب، في يعني موضوع ما نفهم جيدا، يعني اللي هو كن في الوحدة تكن سيدا، لك السيطرة والتمكين. كن في الثنائية أو الكثرة تعاني. العنوان واضح، يعني لك السيطرة والتمكين، يعني هبة، هبة من الوهاب، هب لي ملكا أعطاك أنت أكثر منه، هذا ملك دنيوي أعطاه الله، هذا زيادة. وإلا عندنا الهبة، هبة من الله، هبة عطية. إن الله لا يغير ما بقوم، الواقع لا يغيره لأنه بيده، كله بيده، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذا بيده، ولكن ربطه بداخلك، داخلك الذي في داخلك هو الذي تراه في واقعك ويلامسك من شر أو خير، هو موجود هنا. لو كان هنا خير فقط لن تجد إلا الخير، هو حط قانون لا يغير هذاك. وما كان الله، في آية ثانية، ما كان الله مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظلم أنواع، يظلم آخرين يبدأ التغيير، الواقع يتغير. أول ما كان في ظلم، لما ظلم صار كذا. فهي هي نفسها التي أول، والآن نرى في الكون أفعال الله، إيه وأفعال الله، لكن بناء على ما فيك. فإذا تؤمن بأفعال الله، هو المميت منه، هو الطفل مات، الطفل مات، الرزق جاء، أفعال الله. أنا أعطيت فلان فلوس، هذه أفعال الله، هذا أفعال الله. أقرب إلي من حبل الوريد وأقرب من حبل الوريد، بس يتفرج، كل هذا يفعله كله في الكون. ورغم كذا قال لك في آية ثانية، سخر لكم، أنا جعلتك سيد. سيد يعني على صنم، على كرسي جالس، مكرمنا بني آدم. يعني إيش كرمت؟ خليته يمشي على الرجلين، وفضلناهم على كثير ما خلقنا. فهو كرمك وأعطاك، وهبك الكون هذا، أنت تتصرف في كونك، خليك من الباقي. الآن لما ترقى تفهم، ما نقعد نشبك نقول هذا كيف، إذن أعرف الأجوبة ثم أدخل، لا، آمن بالغيب ثم أدخل. عندك أسئلة وجهها إلى ربك، علمناكم في الكورس الرباني، إذا في أسئلة ما أتوجه لهذا الإنسان، أنت قلت غلط، الكلام الصح وهكذا، وجهها إلى ربك واسأل. مو معناته تمنع هذا، يبيض يسود، ما عندنا قوانين أخرى. أول شيء توجه إلى الله، هذا ما فهمته يا ربي، فهمني. لا أرمي الحكم على الآخرين مطلقا، كذا تسلم وتجيك الأجوبة سريعة. في أحكام ما في أجوبة، ولو داخلية ما أعلنتها، هذا إيش يفعل كذا، ولا هذه المرأة كذا، خلاص وغلقت الباب. أحكام ما في، تعلم أن تكون، يعني ما في أحكام، ما فهمت هذا، أيوة في الداخل قيل لي، يعني من المتراكم عندي أنه هذا الأمر غلط، طيب أسأله الأقرب إلى الحبرين ثم أسأل أبا وعيد. لك الساعة الجواب من هذا، إذا صحيح القلب يقول نعم، وإذا غير صحيح القلب يقول لا.
القلب ينظر للجواب مو للنص، لا، ينظر للمجاوب. إذا كان من قلبه من روحه من الخزنة اللي موجودة عند الاثنين، أنا ما فهمت هو فهم وفسر، يأتي الجواب هنا أيوة هذا صح، لأنه ليس من روحه، لأنه في روحك، لأنه في داخلك. ربنا كمل كل شيء، أعطاك الصندوق الأسود والأصفر والأحمر كله، وقال لك سخرتك. سخرتك معناته أديتك كل أشياء كثير. فإذا كن في الوحدة، يعني الأفعال، آمن بأفعال الله حتى ترقى إلى صفاته وأسمائه، وتعرف هذا الاسم لماذا وهذا الاسم لماذا. معرفة داخلية ليس عقلية. ثقافة الأسماء والصفات ممكن تكون موجود، لكن التصرف ما فيه. طيب، فلا فرق، هذه أفعال الله. وأيضا لما أفعل شيء، أنا أفعل، وهذا يفعل وهذا يفعل، هذا ظاهريا، لكن في الداخل هذه الأفعال أفعاله. أنت ماذا في داخلك لما يعني تغير الواقع؟ هذا صار شر، خلينا نأخذها حبة حبة نشوف. في واقع صار مش كويس، مصائب دائمة ومشاكل وكل شيء في أي شيء. كان أول ما في شيء كويس ماشي الأمور، ها؟ نرجع إلى نفسي، هو الله يفعل هذا حتى يقول لك هنا غيرت شيء، أنت الواقع غيرته لأن في الداخل في عندك مشكلة لا أعرفها. مو لازم هذه الإبرة سويت كذا وجاءت في يدي معناها شيء، والسيارة احترقت معناها شيء، تأخذ معنى لكل حبة حبة حبة. لا، ليس أوان أن تفهم كل حبة حبة حبة، لازم تخرج من الابتدائي المتوسط للثانوي للجامعة لبروفيسور تفهم أكثر، تخصص ولادة أو خلينا من الولادة، تخصص أمراض باطنية، دكتور متخرج من الجامعة الآن صار طبيب يعالج أمراض باطنية، و واحد عنده دكتورة في الأمراض الباطنية يفهم أكثر، واحد أخذ بروفيسور في أمراض الجسد كلها وفي الباطنية مستشار يفهم أكثر، وهكذا في الأمور الغيبية وأمور الروحانية وأمور والبشر. هؤلاء الدكتور يجي يمسك يدك هكذا، في واحد يقول هكذا بس يعد النبض كم كم، عندك ضغط عندك شيء، واحد ثاني يفهم جريان الدم هذا يدل على الشيء الفلاني، ممكن من هنا يعرف أشياء كثير ما يعرفها الآخر. كل ما تعمق في التخصص كل ما فهم. ميكانيك السيارات، والسيارة مغطى الماكينة مغطى بالبوابة، هذه نسميها كبوت، باب الماكينة مغلق، من الصوت يفهم، فتحت يميز أكثر، واحد ثاني يفتحون ثم يفكر أيوة هنا عندك مشكلة كذا كذا تكلف كذا كذا، طيب خذ أمسك يلا، راح سواها المشكلة بقيت أو جلست كم يوم وظهرت مرة أخرى، لابد في شيء ثاني، ونفس الحركة دي يجرب. واحد ثاني لا، والغطاء مغلق، هو يفهم هذا كذا كذا خلاص، إذا صلح انتهى كل شيء. هكذا في الأمور الروحانية، هكذا في الأمور الربانية، ليس كل الناس درجات، خاصة في أمور البعد الرباني والبعد الروحاني نفسه. لابد تلغي هذا، تلغي قوانين وتقول له ستوب قوانين تلك الفترة، خلاص أنا في المعالة المادة لكن أعرف أن هذه القوانين ممكن تلغى إذا وصلت لذلك المادة. كلهم في فلك يسبحون، كلهم نحن نسبح في ماذا؟ في الغيب. الغيب ملآن بكل شيء، الغيب فيه الجن والإنس وفيه الجنة وفيه النار بكل حاجة.
طيب ندخل اثنين في واحد هذا الكلام، وفي حاجة نشوف إن كان جاء وقت. فنحن هنا في أفعال الله في الكون، أفعال الله في الكون. لا، هو إبليس عنده ذكاء، صح، يقول ليس علي عليكم سلطان، لكن مخ ذكي، يرسل الوسوسة، وإذا شاف واحد بيتجه اتجاه كويس بيرقى إلى أن يعرف إن كل الكون هذا في أفعال الله. وأفعال الله مرتبطة، أفعال كوني وعالمي مرتبطة بي، وذاك مثله وذاك مثله وذاك مثله. سهلة المسألة. إذن أنا أغير في الداخل، الأفعال الله تتغير في الخارج، أفعال الله ضدي أو غيري. فيجي إبليس يرسل لك قنبلة وسواسية، يقول لك هذا الكتاب، طبعا مو كذا، بعدين تفهم، يقول لك هذا الكتاب انظر ماذا فيه، كتاب من الجامعة، وأنت في المرحلة الثانوية في الجامعة، ولا في الذين أخذوا دكتوراه، يقول لك انظر انظر، ما هذا الكيمياء والفيزياء، شوف هل تفهم؟ لا. كيف يا أستاذي، أستاذك الذي اللي هو أنت واصل فين، كيف هذا مناقض لما تعلمته؟ إذن هذا غلط، بقي مكانه. ولكن إذا جاءت الوسوسة توجهك لإكستريم، يعني إيش؟ للأشد والأكبر، يعني تطرفا، علشان إيش؟ خلاص وقف، هذا معجز وصعب. فيقول لك الاغتصاب الأطفال ولا النساء ولا الرجال ولا اللي يكون اغتصاب للقوة تمكن منه، هل الله هو يفعل هذا؟ هذا تفهمه بعدين، إيش هو الاغتصاب؟ برضى لها معاني أخرى، كيف الفرق بين هذا وهذا؟ لكن لا يقال الآن، خليك شغال ماشي، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا جاب لك يعني ذهب بك إلى تطرف شديد حتى يحرمك من المعلومات الموجودة الآن التي في قدرتك تصل إليها، ولا ستوصلك لتلك المعلومات، يقول لك شوف أطفال في أفريقيا يموتون بالمئات، ما ذنبهم؟ ليس موجود إن الله يغير ما بقوم حتى يغير ما بفسهم، ما عندهم على الفطرة. طيب خذ لمحة، سيارتك خربت، لما في نفسك، ليش؟ لأن هذه السيارة ليست لأحد آخر لك، فلنذيقنهم حتى يرجعوا. ليس في نفسك، فيما هو مضاف لك، ابنك مضاف لك، تأتي عليه أنت، حبك الحب متجه هنا، مفروض يكون لله، أنت حبيت هنا مثل حب الله ولا أكثر من حب الله، تمام؟ يؤذى هذا، ماذا؟ علشان تلجأ له وتقول خلاص أنت حبيب، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، قال لك في القرآن، اجعله في هذه المرتبة حتى لو كان من أصلح الصالحين، قلبك لا يملكه أحد إلا من خلقك خلقه، وهذا ليس قلبك، قلب جسدك أنت، لا تحتاج إلى قلب ولا إلى جسم أبدي، هذه مرحلة. فهذه أفعال الله، انظر إلى، علشان نشوف نحن نكره هذا اغتصاب وهذا حقير وهذا هذا، هذا أحكام من عندنا، لكن نحن لسنا في الصفوف هذه، ولكن للتفسير وللشرح باب آخر غير العواطف. عواطف نكره لا نحب، وإذا شفنا واحد يريد يؤذي أحد ندخل نساعد نمنع هذا، حتى لو كان يمكن الذي مضروب ممكن ظلمه وافترى فيه، نحن نمنع الذي نشاهد، بعدين نصلح ونتفق. أي هذا عاطفة، شيء ثاني، نحن نتكلم عن معرفة.
لا أدري أين ذهبت. كنت أريد أجي أحضر مثال ولكنه ربما يأتي وربما لا يأتي. فهذه أفعال الله نؤمن بها، أنه كله هو الرازق، أسماء الله هو الرزاق، ولكن لا يرزق إلا من خلال الناس والمخلوقات. أحيانا في واحد أظن من الصحابة وغيرهم ذهب يريد يكرمكم الله يعني خلف منطقة كذا بعيد كذا بعيد عن الناس ويريد يتبول، فرأى فتحة في الأرض يخرج منها فأر ويرمي أشياء ذهبية، ثم الثاني ثم الثالث ثم حتى اجتمع مجموعة هكذا، وبعد ما قضى حاجته أخذها وذهب. آخر مرة الفأر خرج بدون شيء، فسأل، قيل له هذا رزق ساقه الله إليك، قل امشي. فهو يرزق بالأسباب، وللمؤمنين بغير الأسباب وبعكس الأسباب. ليش؟ لأن في الداخل في إيمان هو اللي جذب الرزق بدون سبب. هنا 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 لذلك نتكلم عن في البعد الرباني، خلي الله ورسوله في قلبك رقم واحد أعلى شيء، وفي ذيل القائمة أمورك الدنيوية وشوف إيش يصير. إذا كان كما قلنا لكم من قبل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذته حليمة السعدية در اللبن في ثدييها لابنيها، لابنها الذي ترضعه محمد صلى الله عليه وسلم والابن الآخر، كان مرة يحاول يمتص شيء لا يجد حاجة، بس يصرخ ويبكي طول الطريق. فين إذا درت شوية من الحنان اللي عندها تبي تعطيه تعصر نفسها عصر. ودابتها آخر الدواب وهم مقبلين لرسول الله، لرسول الله الله مرسلها مقبلين هناك، كما حرم الله على موسى المراضع حرم على محمد المراضع، مو علشان هي فقيرة وتركوه لأنه فقير، فقير أهله عندهم الأموال، لكن هذا كذا. المهم الله منع، فأخذته أول ما حطته على ثديها، ابنها صار مبسوط يرضى. ثم في الرجعة وجدوا دابتها الحمار التعبان الجيعان ولم يأكل، هب فيه النشاط، صار يجري، صار دابتها أول الدواب، حمارهم عندهم جمال وعندهم. ولما يرعى زوجها بالغنم تجد العشب الكثير، وأولئك يذهبون يعني يدوب الغنم أكلت قليل. أين تذهبين؟ نريد نذهب معك في المرعى. قالت اذهبوا مع زوجي. راحوا مع زوجها يذهبون في نفس المنطقة، يعني الشكل واحد، لكن خلطوا غنمهم مع غنم مرضعة النبي، صارت سمان. جاء الخير على القرية، طفل يقولون أرسل بالمدثر، هو رسول من يوم ولد. الرسول صفة إنسانية عليا، إن الله اصطفى، كما أنه في الملياردير فلان، ما أريد أعطي أسماء، مشهور مثلا فلان، في كثيرين فلانيين، أحدهم فلان متحمس شوية، فلذلك طارت المعلومة. لو اقترب من أيوة المرياردين فلان، عشان نعرف الناس درجات، عنده كغير عندك، هل أنت مثله؟ مثله بالشكل، عينين وأنف وشفتين ورجلين ويدين ورأس وشعر، لكن فرق كبير. نحن بما نحوي من معلومات ودكتوراه لا نساوي شيئا بجوار الرسل، لأن الله اصطفاهم اختارهم
الإنسان هم الرسل، والتوب في الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا مقصدي مثل ما أخذت حليمة أن تأخذ في داخلك الله ورسوله، وانظر ماذا يجري. هي الأفعال أفعال الله، أنت ملك كرمنا بني آدم، ضبط جوا وشوف إيش يصير في العالم. الشرور الشرور أنت ضبط جوا ولا تأتيك الشرور. ما في مناقضة بين هذا الكلام وبين أنت تغير واقعك، هو أنت تغير واقعك، مو يعني أنت عنيد لله. الهبة اللي أعطاك الله هو يفعل كل شيء من أجلك، فهي أفعال الله، وهي هنا أنت سيطرتك، فتحت سيطرتك هذه الأفعال، مو سيطرة أنك معاند لله وموافق وأنه رب الأرباب وأنت كمان رب معه، لا، هذه هبة أعطاك الله. أنت لا تعرف القيادة في هذا الكون، لا تعرف القيادة، فلذلك الله سهلها. أنا أقرب إليك من حبل الوريد، والكل واحد أقرب لي من حبل الوريد. أنا خلي القيادة عندي، يعني خليني في الداخل في مكان القيادة في القلب ربك، ثم شوف إيش يصير في العالم. أنت فعلت شيئا والله يفعل كل الواقع هذا كله، فهو الرزاق، يأتي رزق من حيث لا تحتسب. هذا للمؤمن، مؤمن وصل إلى منصب عليا في أنه لا يرى إلا أفعال الله، هو يرتاح. أينما تولوا فثم وجه الله، هو اللي يفعل كل شيء. ما دام أحط نفسي مع الله أفعل، أنت مؤمن بالله إنه هو أفعاله كل شيء وتصارع مع الحياة، لا بأس، موجود طريق، موجود ومحبوب عند الله. لكن أنا كنت أريد قناة خاصة، أريد حاولت مع يدومي علشان هذا الشغلة، لأجل هذا الذي يعني في العمق ما أقول، هناك أقول وأقفل عليه. $100 ادفع ولا ما في، أو 1000، أنا فكرت والله أضع 1000 لبعض الكلام، $1000 قولوا إني أريد ثري وأصير من الأثرياء. أنا الحمد لله ثري ومبسوط، ما ينقصني أي شيء، مكالمة تلفونية أفعل كل شيء. يا ربي الغني الكبير العظيم، إذا كان ورانا قال أنا آتيك به، ما قال الله سوف يأتيك به بواسطتي والفلسفة، قال أنا، لكن هو بينه وبين ربه عارف أنا الصفر زيرو وكل العالم زيرو، بك أفعل كل شيء، آتيك بالعرش في لحظة، أنبط عين عرش، بنك كل محتوياته، أيوة جواهر كله، ولكن هذا كله جناح بعوضة، أنت لا تكبره. قل أنا مشي هذه الدنيا كيفما يكون، لكن بعد الموت حياة، موت وولادة مع بعض، كما مت من بطن أمك وولدت في فسيح الدنيا، تموت من فسيح الدنيا هذه 100 سنة وتنظر إليها أنها حقيرة بالنسبة لما ترى هناك. هنا تأكل السم في بطن أمك والآن لا تريده، هكذا أشياء الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة. لذلك نجي للجانب الآخر، وصلنا إليه سبحان الله، وكنت لا أريد يعني أجعل فيديوهين في فيديو، لأنه ما أحب أرجع مرة ثانية في نفس اليوم، لا ويمكن يطير. فهذا دسم الفيديو هذا دسم، أوله هذا شرح للسابق اللي هو عنوانه كن في الوحدة، كن في الوحدة، لست أنا والله واحد، لا أنا لا شيء، صفر خلاص الله، أينما تولوا فثم وجه الله. صعبة، خليها اركنها، حط لك درج ولا جيب مثلي أنا كذا تضع فيه الأشياء. أنا مسوي هكذا، وعندي أشياء في الدرج لا أفهمها، أضع درج أي شيء ما فهمه،
لا أكذب هذا ولا أقول هذا غلطان ولا أي شيء، مالي ممكن من الشيطان ممكن من الملاك، حطه في الدرج وقفل عليه. يوم من الأيام هو يخرج، أقول لك أنا كذا. أي والله صح، كثير معلومات الآن نقولها كانت في الدرج الآن صارت أمام الملأ بيقين جازم. أنت سوي كذا في الحياة، افعل هكذا وإلا تتعب، لأن كله يقول لك أنا شيخ ويأتي لك بكلام يلخبط دماغك. كذا أنت تسمع لكل أحد تتعب. اسمع لقلبك، اسمع لنفسك، اسمع لربك، كلمه. هذا شيء ولا لا؟ هذا صح ولا غلط؟ بعدين حط السؤال، لو ثاني يوم مو مشكلة، خليه يتخمر. سؤال وجهته إلى الله، أصبر شوي، لا تستعجل. عجلة أعرف أنه شيطان، غضب من معلومة أعرف أنه شيطان. على طول قول لا ممكن. إذا جاءكم فاسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مو ردة فعل، هذا كلام ما هو لا إن جاءكم فاسق، أنت ما تدري. الله سماه فاسق لأن المؤمن لا يأتي بالخبر سيئة، سماه فاسق. تبين تضح لي الأمور بيني وبين الله، استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك أنت استفتي واحد. ربنا يوجهك إلى الداخل، وإن أفتاك الناس وأفتوك استفتي قلبك. فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وأنتم لا تعلمون. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، عندنا قوانين الخاصة الربانية، ما نتحرك إلا بالأوامر الربانية. فإذا الكلام الثاني اللي كنت أريد قوله، ليس مكتوب، هو يعني في سؤال أيضا أريد أشبكهم مع بعض عن الأرض. الأرض يدكها الله دكا، هو مدكوكة. معليش أنا عندي شطحات، مدكوكة. هذا من الكلام الذي نبغاه لبعدين، ولكن خلاص خليها 1000 نفر يأخذ منهم نفرين، خلاص ما يأخذ البقية يسمعوا الكلام، أنه خلينا أجلها نفهمها بعدين. يا رب اشرح صدري وفهمني، أنت ربي وأريد أسلك وانشرح وأرى أنه خير، لكن ما أفهم. شوي مع الله، أهرج، تكلم. إن الله يحب التوابين، يعني أي شيء يحدث له يتوب إلى الله، يعني مو يتوب من معاصي، هذا فسروها، لكن يتوب يعني يرجع. المرجعية العليا للمؤمن هو الله، شيخه الأكبر، الرحمن فاسأل به خبيرا. داخلك فيكم رسول الله، من الخبير غيره؟ فيك عطاء الله، ارجع له وتجد الحلول لو ركزت على الخارج. فإذا يسأل عن الأرض، الأرض دكت، فهي دكت عند أناس وبقيت عند أناس. وفي ناس يقول لك تدك بعدين إذا السماء انفطرت والنجوم انكدرت، بعدين يوم القيامة. والأرض تبدل غير الأرض، دكت ثم بدلت، كيف تصير هذه؟ دكت أرض وجاءت أرض، دكت الأرض الذي فيها الأكل والشرب وكل شيء، وأنت محتاج كما في الرحم، ممنوع الرئة مطبقة. هنا في الأرض الثانية الرئة ملغية، هنا مطبقة وفي الرحم، وفي الأرض متحركة
ما تتوقف أنفاس ذاهبة صاعدة، وتتوقف وترمى. والآن هناك في أرض بعد الموت برزخ، هذا يقال، في ناس هكذا يقولون. انظر إلى سيدنا آدم، نأتي بقصة سيدنا آدم للعبرة والعجب. الله أخبره هذه الجنة متاحة لك والروح، إلا هذه الشجرة، شجرة لا تأكل منها. كل الشجر من أشجار الجنة في أرض أخرى، لا يرى شيئا من أرض الدنيوية إلا هذه الشجرة، الله كشفها له بس، وهو عايش في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض بعدين يودي في الجنة مكانين، هذا أهل الزمن والمكان يقولون هكذا في كتبهم الزمنية والمكانية، لكن الأمر ليس كذلك. في القرآن كله يبين لك أهل الجنة أدخلهم الله الجنة والملائكة معهم يأتون إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، النار والجنة كله تفتح أبوابهم متجهين لها. فأهل الجنة ماذا يقولون؟ دخلوا الجنة، هذا الباب تجاوز الباب، الآن في الجنة. هذا الكلام اللي أقوله مادي، هكذا ننظر إليه، لا بد هذه الجنة غير الأرض. فتحت الجنة، والجنة أقرب إلى حريتكم من شراكنا عليه، لا ترونها في الغيب. ربنا قالك آمن بالغيب أنه في جنة، يعني غيب، مو لازم كمان مكان وغايب عني، يعني بعيدة السماوات، ولا حد تقول سماوات. المهم هذا، خذ هذه المعلومة وارميها، خذ من واحد ثاني، ما مجبر لازم أخذ منه كل شيء صح 100% كما في ذهني، لا. فربنا قال إني جاعلهم في الأرض خليفة، ما يلقوا له تفسير يقول لك كيف خليفة في الأرض، قال يعني سوف أجعله خليفة في الأرض. الآن هو في الجنة مكان آخر يعبد، يعبد، وهذه الشجرة طالعة من الأرض لهناك ولا كيف ما نداري. المهم أكل منها قال اهبطوا، اهبطوا لها معاني كثير. فالمهم إبليس إبليس خلي في الجنة قال كلها منها حيث تشاء ولا تأكل هذه الشجرة. هو افهم، ليس مثلنا عنده أفكار كذب وغش وخداع، لم يرى شيئا ولم يعط، أبو يعلمه شيء ما فيه. طفل الصغير لما يولد أنت تشوف حتى عيونه واحدة يمين واحدة يسار، ما يفهم، ما يعني يركز كذا، بعد فترة يفهم أنه العين لازم أشوف هنا، تقول له هكذا، هو عيونه راحت هناك راحت هناك راحت هناك. بعض الآباء يغضب، هذا الولد لا ينظر إلي، فقط يلتفت عني، هو يشوف أشياء ثانية. من أنت حتى يراك؟ يرى أشياء أخرى. هكذا آدم طفل كبير 60 ذراعا، لكن بالنسبة للدنيا ولا شيء. افهم، هذا القرآن فيه هذا الكلام. فعاش في الغيب كامل، مثل الطفل هذا كامل في الغيب، كامل في الغيب، حتى ما كان يشوف حواء إلا روح، ما يرى جسدها، وهي لا ترى جسده. خلقهم الله ما يفهمون شيء في أمور الدنيا نهائي، ما في إلا شجرة هذه طلعت لهم هكذا منهي عنها. وكالأطفال كبار 60 ذراع، طفل براءة كاملة، لا تعلم ولا درس ولا يعرف بشر أصلا، إلا هذه وهو يعني أصحاب، مثل ما تسوي أطفالك الاثنين بين أختك وهم أطفال صغار،
عرى ما عرى، يعني تجي مش في الشارع ما في، أنت عارف أنهم بريئين. هما كذلك آدم وحواء ما يفهمون أي شيء في الشهوات كلها، حتى الأكل علشان يشبع ما في، لا يوجد حمام، جنة. يتمشى مثل ما يبغى في الجنة. ليست فيها بساتين وفيها يمشي برجله ويمشي يشرب من هنا وبعدين فين الحمام؟ خلود، أنت خش الخلود. المهم هذا إحنا الآن نرجع عكسه، عكس آدم. فهو براءة يمشون يروحون يروحون يروحون. إبليس قال له هذه الشجرة ليش ما تأكل؟ هذه شجرة إذا أخذتها صرت في ملك، صرت خالد، شفت النعيم هذا والحلا والجمال الشيء اللي فيه، وعارف إنه فيه نفحات وروائح وزكية وكل شيء، وحوله أرض ما هو شايفها نهائي، مثل طفلك لما ينظر ما ينظر فيك، لا يراك، حتى بعدين يتعود شوية تقول له كذا كذا، حتى يده إذا هو يبغى يمسك أي حاجة يضرب في عينه، ما في، مو عارف أنه موجود جسد، وإذا مرت يده من أمامه ينظر فيها هكذا، ما هذه؟ من أين طلعت؟ ما يدري، لا يدري عن الجسد شيئا، ولا على العينين، روح في الداخل ترى بدون العينين، عنده شفافية يشوف كل شيء الطفل. ثم بعد ذلك نمرنه، شوف أيوة يد، أيوة لازم أحط عيوني هنا، هذا ماما، هذا بابا، ماما حلوة، بابا ما يساعدني في المصاخة، في أشياء يحس فيها ألم، ما يدري من فين خرجت ولا إيش هي حتى. فالأب ينظر إليه، إيش في تبكي؟ لماذا تبكي؟ ما يدري. الأم تقول في وصخة نظفتها، وهو ينظر هذه التي أنقذتني، ما يدري شيء. آدم وحواء كذلك، براءة أطفال ولكنهم طوال. فإذا هم عاشوا مع بعض مبسوطين ومبسوطين، الشيطان يقول كل من هنا. طبعا الطفل لما تقول له لا تسوي كذا لا تسوي كذا، يقول لك طيب، وهو صادق ما يخزن معلومة غلط، صادق لا أفعل. بعدين راح نفس المشكلة سواها، يمكن 10 مرات تسويها، لأن مخه ما يمسك الأشياء على طول، براءة براءة. فهو وربنا قال نسي، وقال عصى، لأنه الأمر ما تأكل أكلت، إذن هذه معصية. بعدين معصية من؟ معصية النبي. يقول أنا عصيت مثل آدم، عصى، لا أنت غير. قال الله سبحانه وتعالى فنسي ولم نجد له عزما، يعني أكل من الشجرة وما كان يقول أيوة أكل هذه الشجرة، هذه نهاني الله عنها، أكيد يعني في ظن سوء بالله، ولا يريد يعني أي شيء من الشهوات هذه، ما في. كل من هذه تصير خالد، هذا رجل طيب ما يفهم الغباء والخدعة والكذب، زي الطفل تيجي عنده لص عادي يقبل عليه، حتى لو معه سكين يقبل. هكذا آدم. فالمهم راح للشجرة، قال سير خالد، قال له طيب يلا أكل. على طول تحرك الجسم، تحركت الدماء، تحركت الأعصاب، تحركت الرؤية بالعين هذه، أما كان يرى. ما كان يرى. وبدأ إيش؟ أهبطوا الكلام، أهبطوا يعني عمليا صارت العينين كاميرات، هذه اشتغلت وصار يرى أشجار والشيطان ويرى الجبال ويرى. هبط من مستوى إلى مستوى، اشتغل بالجسد، يسمع بالأذنين ويرى. فألم
طبعا يبحث عن رفيقته وهي تبحث عن رفيقها، أكلوا على طول، صار تغيير في العالم. أين الجنة التي كنا نذكر فيها؟ صارت الجنة تختفي. شفت الاحتضار عكس الاحتضار، الاحتضار لنا أنه تغيب عنك المشاهدات وتبرز لك الغيبيات، هذه الكاميرا تبدأ تنطفي والأذن وكل الأشياء الجسمية تبدأ الإلغاء والولادة، موت وولادة، هذا يموت ولادة، هو عكس، دخل في تنزل للبعد الأرضي، بعد المادي. فهو طلعت أشياء أعوذ بالله قرف، يعني بالنسبة للجنة لا شيء، ما هذه القبائح كلها. فلما بدت لهما سوآتهما، طالع فيها الحياة، لأنه الآن الجسم تحرك في حياة، في شهوات، في ما كانت موجودة، وهو على الأرض كالطفل على الأرض وهو في الغيب. يفهم هذه الدرر مو موجودة في التفسير، موجودة في القلوب المؤمنة. فبعدين ماذا حصل؟ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، لا زال بين الجنة والأرض، يخصفان عليهما من ورق الجنة. استروج ما هذا؟ ينظر هكذا، ينظر كذا، طبيعي في الفطرة. ولكن فجأة يبكي، يبكي، خاصة الله يكلمه، اهبطا منها جميعا. ولما عاتبوا الله قبلها قال لما أكلت من الشجرة؟ ألم أكن نهيتك؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إحنا مجرمين، صح هذا غلط. ذيك الساعة نسي معناته، نسي ولم نجد له عزمة، ما في يعني عزم أني أريد أكل هذه الشجرة الخبيثة التي لا يحبها الله، ما في عناد مع الله، لم ما في عزم. طفل أخذ الجمر، جمر هكذا حرارة، يمد يده بيأخذ، عجيب لون أحمر، هو نفس الشيء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. بدأ وصار يرى عورتها وهي ترى سوءته، يا سوء الجسد كله بما فيه، ما كانوا يرون أجساد. انكشفت الدنيا وغابت الجنة. لذلك أهل الجنة إذا دخلوها ماذا قالوا دون الآن تكلمنا عنها؟ قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، يعني في الأرض لكننا عايشين في الجنة. نفس الجسد طبعا لا، طبعا لا، الجسد هذا مشي مرميت في القبر، إذا طرق أخرى. سيدنا عيسى ما مات، رفعه الله إليه، والله أقرب من حبل الوريد، إذا فين رفعه؟ أهل المكان يقول لك مكانات أماكن. ورسول الله لما عرج وجده في السماء، كله صح. ولكن هذه أبواب تفتح لمن أراد أن يدخل في هذه المعرفة وهذه المعلومة، ما أراد مو لازم هذا الصح ولا هذا الصح، لا، أحيانا الصح ما تتحمله ولا تستطيعه، اقبل بالغيب ثم يكون ليس في الغيب وتعيش أنت وتدخل وتقول أي والله. عبد من عبادنا هذا الذي يقولون عليه الخضر موجود على ظهر الأرض، وعبادنا موجودين على ظهر الأرض، أين وكيف يلاقيهم من هذا خاصين عباد أنا. كن من عبادهم، من عباده، تكون معهم، تعيش خارج قوانين الأرض المادية، تكون في الأرض الأخرى، هذه دكت في حقك، دكت وتفطرت السماء وكله، تعرف تنكشف لك الأمور، هذه مستويات إيمانية موجودة.
ليست خاصة بالأنبياء، كن من عباد الله. نحن نفتح الخطوط ونمشي، لا زال أشياء كثير نجهلها، ويمشي معنا من شاء. نحن إخوة، إنما المؤمنون إخوة، صغيرهم وكبيرهم، يعني كلنا إخوة. مثل الأواني المستطرقة، الذي يأتي عندي من خير ويأتي عندك ويأتي عندك من الخير، أنت صعدت فوق وأنا لازلت أعلم في الناس، وأنت كذلك وناس أقل، كلنا إخوة ما دام في حب ومتداخلين مع بعض. يعطي الله من الأعلى للأدنى، ما في أدنى، ضلنا ماشيين بعيد عن البعد المادي. فهكذا كان آدم، تعلم بهذا الدرس ورأى الدنيا، يريد يرجع الآن، لا يهتم، يريد يرجع. نحن مثله، نحن من أهل الجنة، تستطيع تدخل الآن بس مو على مزاجك، مثل ما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع حتى يطرق الباب ويمشي، أنت أطرق الباب. إذا في مقام محمد تكشف لك كل شيء، جبريل يتوقف وأنت وهو اخترق، هو اخترق، ما في أحد في مقام محمد. أي واحد يوصل لمكان ما وصل قبل يحترق أصلا، ما حد يفكر في الموضوع. ابدأ الآن، نمشي أنت الحين، خلص مرحلة ابتدائي ثم متوسط ثم ثانوي ثم جامعة، ثم بعد ذلك لا مدرس لك إلا في داخلك. فهذه الأشياء يعني دكت دكت، بمعنى التفسير المادي هذا كيف، هذا مستحيل إلا بعدين يحصل. هذا تفسير ماشي، يعني مو عقيدة هذا الإنسان فاسدة ولا هذا فاسدة، لا، هذه ما هي مسؤولية عنها يوم القيامة. لو جيت أنت غلطان وسويت العقيدة دي، قلت أنا مع فلان مع فلان، ما نشغل فيك، يمسح يشطب هذا كل المعلومات انت جاهل بها وهو جاهل بها، ومشيت وراء بعض، او مشيت وراء هذا وقلت هو كويس وطلع مو كويس في الجانب هذا. انت مؤمن بالله، متيقن على الله، كل شيء يستر ويغفر ويرحم وتدخل الجنة. ليس معنى واحد امشي وراه مهتدي وهذا ضال، وممكن هذا ضال، خليني جالس كده. شغل علاقتك مع قلبك وربك، ثم اذهب خلف من شئت، تجده هو دليلك في الداخل، مفتيك فيك، يدلك هذا صح مصح في الجوع. أي والله قلبي اطمأن لكلام هذا أو لكلام هذاك، ملازم كله 100%، جزء من الكلام أو أكثره مثلا، فخلاص. لا، عند بعض الناس جزء منه يشرح صدري، خلاص انت 100% كله اخذ الباكج، ولو ربنا ساخط على 90% مما يفعل ويقول، 10% عنده صحيحة. انا اخذت العشرة قلت خلاص كل 90% معاها تأتيك. لا، خلي قلبك ما تمشي وراء بشر، امشي وراء رسول الله. واحد فسر لك رسول الله يقصد كذا، اختار جوا، إلجأ إليه، أقرب لك من حبل الوريد، وقلبك موجود، استشعر ويعرف. إذا فعلت هكذا تمشي كويس. ملحدين سألوا الله، يا خالق الكون دلني عليك، قوة قلبية للبحث، جاوبوا كيف أنت مسلم. لذلك قام سيدنا رسول الله، أخذ عبد الله بن عباس خلفه على الدابة وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، خليك معه هو، مو احفظه غيبيا هنا، قلبيا خليه ينبض بحب الله وتعظيم الله، احفظ الله يحفظك. إذا سألت فاسأل الله، مو يعني لا تسأل الخلق، أنا أريد طعاما، فممنوع سؤال الخلق، يا أمي أعطيني طعام، لا ممنوع. هذا التفسير ممكن،
أنا في ورطة وصديقي هناك عنده مال ولا يبخل به علي، إذا سألت فاسأل الله، لن أسأله، أجلس معه وأرجع، أجلس معه وأرجع حتى أموت. لا، إذا سألت الناس فاسأل الله فيهم، لا تسأل الله، لا تسألهم أنهم عظماء وأنت حقير، أعطوني، لا، خلي يدك عليا ولو كانت كذا، يدك عليا تسأل الله فيه. لذلك يقال عن السائل هذا البطل: يعني معنى الكلام ناسي اللفظ، السائل لو سألك من رد السائل هلك، إن السائل بالله إذا سأل هذا فلان، لا أحد يقول لي دحين في الأسئلة يعني هلكوا الناس كل ما يهلكون. أنا أو واحد إنسان وقف أمام آخر وهذا عنده مال، هذا سأل هذا، يبغى أجيب تماثيل كذا، هذا كيف أسوي، هذا سأل هذا، السائل قال أعطني بالله أسأل الله فيه ولا أدري عنده مال أو لا، أو أدري لا مشكلة، لأن إذا سألت الله لازم أكون إذا صادق قال لي أخرج من بيتي، أخرج الآن، غضب لا يأتي عندي غضب، أنا سألت الله فمنع، فإذا أذهب في حالي، أذهب في حالي. فلكن الجواب لما سألت جاء في قلبه شيء، لأن سألت بالله، جاء في قلب هذا الرجل أو المرأة الذي عنده حاجتي، أنا سألته وهي عنده، لا أدري إنها عنده ولا، لكن هي عنده حقيقة، فيأتي في قلبه الآن تأثير، أقرب إليه من حبل الوريد وأقرب إلي، فيأتي له أعطه، تأتي في نفس انشراح الصدر أني أعطه، لا، هلك المسؤول. إذا سأل السائل هلك المسؤول، السائل مو أي واحد يقول لك أديني ما تديه هلكت، لا، أنت راجع قلبك، هلك المسؤول، يهلك، يهلك الآن، ما حد يهلك، ما حد يهلك، 1000%، 1000 في 10 سائلين ما هم صادق، ممكن مليونير ويلبس ملابس خاصة علشان يأخذ فلوس من الناس، تعود. رد 600,000 نفر في اليوم هذا، ما في، الولي لا يسأل إلا الله في الناس، وتتحقق فورا، تتحقق فورا، هو مفروض ما يسأل، يسأل الله، لكن لو جاءته جائحة ورأى إنسان وتكلم معه بالله يحصل منه على ما يريد. لو أقسم على الله لا بره. ففي مخارج للمؤمنين، هو وعد الله يجعل له من كل ضيق مخرجا، هو وعد بدون سؤال، لكن نحن نقول إذا حصل هذا الشيء، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا ابن، هو يكلم الغلام عبد الله بن العباس، واعلم، شوف كلها بدايتها أعلم، أعلم، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، كلهم مجتمعين يبغوا ينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني علق نفسك بالله ليس بهم لو اجتمعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك، هذا العلم خليه في بالك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما في امسح سجل، انتهى، هذا قلبك يصير مرتاح من الخلق، لن يضروني ولن ينفعوني، من يضرك وينفعك؟ الله. كيف؟ بالناس.
تؤمن الأفعال هذه أفعال الله، هم غير موجودين، كأنهم غير موجودين. الله الذي يفعل بهم ويفعل بي ويعطيني بهم ويمنع عني بهم، خليك مع ربك. هذه مراتب. ها؟ أنت في الطريق إليها ليس معنى هذا ما عندي معناته أنك كفرت، لا، أنت مؤمن مؤمن مؤمن، درجات درجات درجات. لا نصير يعني قوانين البعد المادي تأتي علينا يبيض يسود، لا، في عندنا أبيض أصفر أزرق أخضر أحمر، في مفتوح عند رب العالمين، ما دون ذلك يغفر، يغفر نهائي، ولازم توصل لأعلى شيء، لا، بعد الموت هو يوصلك، ما دام مقصدك هذا يبعث حاجي واحد عمره ما حج ولا رأى الحرمين أبدا، يبعث مع الحجاج. نيته كذلك، أنت اجعل نيتك ومقدرتك حسب ما تقدر، أنت في جو آخر في عالم آخر، والناس كلهم أقرب إليهم من حبل الوريد هو الله، يعطيك على قدر ما تستطيع. طيب، فهذه دردشة عظمى، لا ندري في أشياء كبيرة وما ندري شو نسميها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.